مرحبا جميعا، معكم خليل بشير محلل ومعلق الفورمولا 1 على الام بي سي اكشن. كلنا سمعنا هذا الاسبوع عن خبر كبير بالنسبه لهالبطوله، هو استضافه المملكه العربيه السعوديه لجوله من جولات بطوله العالم للفورمولا 1. وهي مش اي بطوله، هي البطوله الاهم والاعظم والاعرق والاكبر بالرياضه الميكانيكيه، وهي من اهم البطولات العالميه. شعبيتها بالعالم وبمنطقتنا عم تزداد يوم عن يوم، وخاصة بالمملكة العربية السعودية. جائزة السعودية الكبرى ستكون استثنائية. ليش؟ لأنه رح بتكون من شوارع جدة، حلبة شوارع من مدينة جدة، وبسباق ليلي. يعني لما نقول حلبة شوارع وسباق ليلي، كونوا أكيدين الإثارة، الحماس والفعاليات الرائعة ستكون موجودة. دخول المملكة العربية السعودية لرزنامة الفورميلا 1 رح بيزيد وجود المملكة اقتصادياً، رياضياً وسياحياً على الخارطة العالمية، وأيضاً رح بيفرجي عن قدرة المملكة لتنظيم أجمل وأروع وأكبر الأحداث العالمية. بطولة الفورميلا 1 هي مش فقط سباق سيارات، هي بطولة التكنولوجيا، معركة التكنولوجيا والتطوير بين أهم وأعظم شركات السيارات وفرق السيارات بالعالم. أفضل 20 سائق عم بينافسوا بعضهم كل موسم للفوز باللقب، وهي بطولة والضغط إلى أقصى الحدود وما بعدها على السيارات، على المهندسين والصانعين والفرق والسائقين. توقيت إقامة جائزة السعودية أتى بوقت مثالي جدا. الآن البطولة تدخل حاليا حقبة تاريخية كبيرة بسيطرة لويس هاميلتون والمرسيدس، ولكن لدينا أيضا جيل جديد من النخبة مثل فيرستابن، لوكلير، نوريس، راسل وآخرين. موسم 2021 ممكن يكون موسم قوي جدا مع وصول هذه البطولة إلى السعودية. فيتل عم بيترك فيراري، عم بيذهب إلى أستون مارتن، ماكس فيرستابن وريد بول عم بيقتربوا ليوقفوا هيمنة لويس هاميلتون. موسم 2022 رح بيكون من أهم المواسم بتاريخ هذه البطولة، لأنه كل القوانين رح تتغير، الفرق رح تقترب أكثر من بعضها وتكون منافسة أشد وأجمل وأروع. قدوم الفورمولا 1 إلى السعودية رح يفتح الباب بشكل كبير جدا للشباب السعودي لدخول رياضة المحركات والرياضات الأخرى، إن كان من مجال السائقين، مهندسين، ميكانيكيين، مدراء، أطباء وكثير من المجالات الثانية. 12 شهر فقط وموعدنا من مدينة جدة.